اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الزراعه. اليوم بدنا نكمل الخطوات تبع الاوليفيرا. صار لي مده انا ما طلعت على السطح، على اساس عم ينزل المطر والزريعه كلها عم تنزرع، كلها عم تنسقى. عم بطلع على الاوليفيرا لقيتها بلشت تزهر وطلع لها ساق وبنهايته هذا الراس اللي بيطلع منه الورد البرتقاني الجميل. كل يوم بدي اصور لكم خطوة بخطوة لحتى تشوفوا قديش الجمال تبع الاوليفيرا وقديش هو نبات حلو ومفيد. طبعا وهذا الاوليفيرا كله مزروع على السطح، وهذا اليوم من الشتاء بس فيه شمس. هاي شجرة النعنرج المتقزمة، هاي اوليفيرا من شكل مختلف، في عنا كمان هذا النبات الشوكي كمان ببقى بشرح لكم عنه وعن طريقة الزراعة تبعه. هذا مثل ما لكم شايفين لونين، الأخضر والبيج، كمان هذا من فصيلة الشوكيات، نبات حلو. شوفوا هذا النبات ما أحلى. هذا خلود السطح، بكره بدي ارجع اصور لكم الاوليفيرا حتى تشوفوا المراحل النمو الزهره كيف، وتتشجعوا وتزرعوا مثل هالنبات. كمان على السطح فيكم تزرعوا البصل الاخضر، فيكم تزرعوا الصبانه، كمان لسه الصبانه عروقه صغيره. بالاضافه كمان فيكم تزرعوا النعناع الاخضر. النعناع الاخضر كتير منظره حلو مثل ما لكم شايفين، وكمان اذا اكلنا منه تازة بتلاقوا فرق بالطعمة. يعني العرق صغير بيعطي بدال الباقة الكاملة اللي بتجيبوها من السوق. اذا بدكم تحطوا للسلطة ممكن تاخدوا بس عرقين صغار بيمشي الحال، لانه هذا بيجي طعمه كتير مركز. هي اعطيتكم فكرة صغيرة. وفي عندي كمان هلأ بلش يزهر الروزماري، اكليل الجبل، كمان الزهر تبعه لونه كتير حلو مثل ما لكم شايفين. لسه باقي وردة بلدية جورية زهر، كمان بدي اعيد نفس الخطوات اللي عملتهم بالفيديو السابق تبع الزهرة، اني اقطع الساق تبعها وقيم الوراء وقطع الزهرة ونحطها بالماء حتى يطلع لهم جذور ونرجع نزرعهم. وهذا الساق تبع الأوليفيرا يلي قزمناه بالفيديو السابق، شوفوا ما أحلاه، كبر شوي. وهي الوردة بعد 3 أيام. وهي كمان اكليل الجبال بعد 3 أيام. وهي الزهرة تبع الاوليفيرا كمان بعد 3 أيام. هلا بعد اسبوع صورت لكم راس الزهره، شوفوا كيف بلش
رح تتفتح الأزهار الحلوة اللي لونها برتقالي. طبعا هلا هذا عم يفتح بفصل الشتاء بأول السنة الجديدة 2018. وهي الزهرة تبع كليل الجبل كمان صارت الزهرة أكبر. منظر كتير كتير حلو، بتمنى تزرع بالبيوت ولا على الأسطوح هالأشياء الحلوة هاي. وهي البصل الأخضر، هلا بدي اسقي كل الزريعة الموجودة هون لأن المطر ما عم ينزل عنا. وهي بعد فترة كام يوم بلشت تتفتح الأزهار تبعها، ومثل ما كنتم شايفين هدول بيدبلوا، بلش النمو من القسم يلي فوق. وبتاخد هاي الزهرة تقريبا شهرين بتضل محافظة على التفتيح تبعها، وده المنظر حلو مثل ما لكم شايفين. زارع انا هون نبات اكيد عرفتوا شو هو، الصبانة. كمان هذا النبات بيطلع بالشتاء. بالإضافة للنعناع الأخضر. وهذا كمان نبات إقليلي الجبل لساته محافظ على الزهر تبعه رغم المطر والقليل اللي عم ينزل عليه. وهي البصل الأخضر، وهي كمالة النعناع يلي هون، وهي البصل الأخضر. كمان بدي صور لكم الياسمينة الصفراء، شوفوا قديش الورد تبعها لونه حلو. هذا الياسمين الأصفر مثل ما لكم شايفين بيتميز بس بجماله، ما له ريحة. هي عندي شجرة كمان بتفتح هذا الورد لمدة كمان شي شهرين تقريبا، تكون أول شي بهذا الشكل زرار، بعدين بتصير ورد أصفر حلو. كمان بتحمل كمية كبيرة من الورد. شوفوا قديش حلوة، هدول كلهم بتفتحوا مع بعض، الزهر تبع الحمضيات والياسمين الأصفر. شوفوا هدول الوردتين قد ايه كبار وحلوين. هلا عروق، هي اذا واحد بيقعد كل النهار بيتفرج عليهم ما بيمل. هلا بدي ورجيهم للناس اللي بيقولوا انه الشجر اللي بينزرع بالبيت من بذره ما بيحمل. شوفوا هلا هي نفس الشجره اللي انا صورتها. شوفوا هاي هون كله هذا زهر. هلا رح اطلع لفوق. شوفوا فوق أعلى الشجرة كلها يخزي العين ملانة زهر. وهلا بعد فترة الزهر رح يفتح ورح أرجع أصوركم.
بلش يطلع لها كمان ورق جديدة هي الشجرة. كمان هذا النبات بفتح ورد كتير حلو. هلأ بلش البصل طبعه يعطي، وهي النعنع كتير، وهي البصل الأخضر كمان، والزهر تبع إكليل الجبل بلش شوي يسكر. سلع المهم صوركم هاي النعناع اللي بهذا الحوض. هلأ باقي هون كام زهرة من الأوليفيرا، وهذا اليوم مشمس، وهي الشجرة المتقزمة هلأ بدي اسقيها. وهلأ هون بهاي رح يفتح كمان ورد بالأوليفيرا، مثل ما بتلاحظوا من زهرة لزهرة كل السنة ممكن تتمتعوا بمناظر. هاي الأكيدينيا كمان بلشت تعطي. هذا الحوض الثاني تبع إكليل الجبل اللي يكون الزهر يلي فيه شو حلو. هذا البصل الأخضر بتمنى تكونوا استمتعتوا باللي صورت لكم اياه. لايك للفيديو، لايك لصفحتي على الفيسبوك، اشتركوا في قناتي على اليوتيوب، زوروا موقع المحترفة والخياطة السريعة، اشتركوا بالقناة على اليوتيوب حلويات طبخ أحمال يدوية. وشكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.